مرحبا عائشة. مرحبا حبيبتي. انتوا ربحتوا وأنا خسرت. لك لسه عم تقول بدنا نعمل يا حضرة المحامي؟ ليك البنت طلعت عم تمشي وتلوح بإيديها وفريد ما رح يضل قاعد. إذا وصلونا رح نوقع بمصيبة كبيرة. اعمل شو ما بدك، أنت محامينا. ألو، مديرية أمن أنطاكيا؟ بدي أقدم بلاغ. ألو، ألو يا خانو. إيه فاتح بيك. مرحبا زمرد خانو، هاندا كانت عندي. على الأغلب ما عم تاخذ الدواء يلي أعطيتها إياه. عم تحكي عن الانتحار. بس لا تقلقي، أنا ما بظن أنها رح تنتحر. هي بهي الفترة بدها تلفت نظر بأي طريقة يكون بعلمك. شو عم تقول فاتح بيك؟ هاندا مو بالبيت. زمرد شو صار؟ راحت هاندا. شو صار زمرد؟ قولي لي شو صار؟ بدك تفهميني شو صار؟ شوفي هاندا. هاندا ليك فريد بتتذكر؟ لما كنا صغار كنا ننط على الرمل، كنت تخاف كتير انه اوقع، كنت تقلي مجنونة. أولى من جديد قلني أنتي مجنونة. بس هلأ ما عاد بيهمك، مو هيك؟ شوف هالارتفاع بيكفي؟ شو بصير إذا نطيت من هون؟ برأيك بينكسر قلبي؟ ممكن يروح وجعي؟ ولا بموت؟ لا ما بموت. أساساً من وقت ما فاتت عائشة لحياتنا وأنا ميتة، انت ربحتي يا عائشة، انا خسرت. فريد عم تسمعني؟ انا حبيتك إلك بس ما كملنا لانك ما صدقت. عكلي أنا رايحة هلأ.